يا مساء الفل على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي وفي العالم أجمع. ألف ألف مبروك تحقيق البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية. إنجازات وبطولات وتاريخ سطروا النادي الأهلي على مدار كل السنوات اللي شارك فيها نادي القرن في إفريقيا في كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولى عام 2005. النادي الأهلي قدر يسطر تاريخ كبير جدا في هذا المحفل الدولي القاري الكبير وفي جميع الدول التي استضافت كأس العالم للأندية. الإنجاز فقط ليس في الميدالية البرونزية، ولكن الإنجاز في أن العالم كله عارف أن في مصر فريق كبير اسمه النادي الأهلي، وعرف أن في مصر في كورة عن طريق النادي الأهلي، وعرف أن في رياضة وكورة من خلال مؤسسة النادي الأهلي. هو ده الجميل في الموضوع. لما تواجه بايرن ميونخ تلاقي الناس كلها بتتكلم على الأهلي، لما تواجه برشلونة في مباراة ودية الناس كلها بتتكلم على الأهلي، لما تلعب كمان مع فرق من أمريكا اللاتينية هتلاقي مانشستر سيتي بيتكلم عن النادي الأهلي. حتى لما واجهت ريال مدريد كان دايما على طول الناس كلها في أوروبا بتتكلم عن النادي الأهلي، والنادي الملكي نادي ريال مدريد كان كل كلامه عن النادي الأهلي. خلاص مفيش برونزية تاني، البطولة بهذا النظام انتهت، ولكن بنستعد لتحدي جديد في العام المقبل عام 2024، بطولة انتر كونتيننتال، وكمان لسه عندنا كاس عالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر 6 و7. خلصنا التاريخ اللي فات وهنركز في تاريخ جديد، لأن النادي الأهلي دايما بيبص لقدام. محدش قدر يشارك من مصر في هذه البطولة إلا النادي الأهلي، محدش سطر تاريخ سواء عربي أو إفريقي في هذه البطولة إلا النادي الأهلي، وانتهت البطولة بهذا الشكل عشان نستعد لكتابة تاريخ جديد في بطولة كأس العالم ابتداء من العام المقبل. حلقة النهاردة هيكون فيها كواليس كتيرة، فيها تفاصيل مهمة، فيها بعض اللقطات اللي الناس ممكن هتشوفها لأول مرة من خلال كواليس برنامج الترند في كأس العالم للأندية، وبالتأكيد هنتكلم على السوشيال ميديا واللي اتكتب في السوشيال ميديا، لأن النهاردة العنوان الرئيسي اللي هنشتغل عليه الأهلي لا يخسر في آسيا. حلقة مهمة جدا، ولكن بسرعة عشان وقت الحلقة نبدأ بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف في رأي حضراتكم أداء الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية وتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، رأيكم إيه في الأداء؟ رأيكم إيه في التتويج؟ رأيكم إيه في النتيجة؟ كل واحد يحب يدخل ويشارك، مش يقول رأيه بس، لو عايز يوجه رسالة، لو عايز يقول للكولر، لو عايز يقول للعيبة، لو عايز يقول للإدارة، كل واحد يدخل يشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات قناة الأهلي عبر السوشيال ميديا. وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من آرائكم في سؤال حلقة النهاردة، لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي بعد البرونزية بعثة الفريق تتجه للإمارات، وكمان الأهلي يخوض مرانا وحيدا قبل مباراة سيراميكا، وفي الترند المحلي فيتوريا يحدد 9 يناير موعدا لسفر المنتخب للكوت ديفوار. هنحاول قدر الإمكان نحتفل النهارده، لكن من بكره بالتأكيد هيكون عندنا متابعة مهمة جدا على بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال ومشاركة الأهلي في أولى المباريات يوم الاثنين المقبل أمام سيراميكا كليوباترا. طب نروح بقى لاستعراض مباريات اليوم النهارده بداية الأسبوع والسبت الممتاز. البداية مع الدوري الإنجليزي، منذ قليل وستهام يونايتد كسب مانشستر يونايتد 2-0. الساعة 5 وفي هذه اللحظات في 4 مباريات، فولهام بيستضيف بيرلي، توتنهام بيستضيف ايفرتون، نوتنغهام فورست بيستضيف بورنموث، لوتون تاون بيستضيف نيوكاسل يونايتد. وفي 7:30 من مساء اليوم قمة المباريات ما بين ليفربول مع أرسنال. نروح للدوري الأسباني، والساعة 5:15 أتلتيكو مدريد بيستضيف إشبيلية، والساعة 6 ختافي بيستضيف رايو فاليكانو، والساعة 8:15 ريال سوسيداد بيستضيف ديبورتيفو ألفيس، وفي 10:30 فالنسيا بيستضيف فياريال. الدوري الإيطالي، ومنذ قليل يوفنتوس كسب خارج أرضه فروسينيوني 2-1، نتيجة مهمة جدا للسيدة العجوز فريق اليوفي بالفوز خارج أرضه. في هذه الأثناء في مباراتين في توقيت واحد، يمكن الشوط الأول منذ قليل يعني النتائج كلها تعادل سلبي، بولونيا مع أتلانتا وتورينو مع أودونيزي. الساعة 7
انتر ميلان سيستضيف ليتشي، وهيلاس فيرونا هيستضيف كالياري، وفي العاشرة إلا ربع قمة المباريات في الكرة الإيطالية وفي الدوري الإيطالي روما هيستضيف نابولي. دي أبرز مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والإيطالي والأسباني. ومن بكرة زي ما قلت لحضراتكم هيكون عندنا متابعة مهمة جدا على كأس السوبر للأندية الأبطال، ولكن نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأن عندنا مجموعة من التفاصيل والأخبار والكواليس عن برونزية الأهلي الرابعة في كأس العالم للأندية. إنجاز تاريخي بالفوز بالميدالية البرونزية الرابعة. البعض ممكن يعتقد أن الميداليات في كأس العالم للأندية طالما مش معاك كأس البطولة أو ما وصلتش فاينل فأنت كده ما عملتش إنجاز إطلاقاً يا جماعة. خدوا بالكم، مع كل ميدالية برونزية ومع كل تحقيق مركز وفوز في كأس العالم أنت بتزيد في ترتيب أفضل الأندية على المستوى الإفريقي، والتصنيف بتاعك بيزيد سواء ضمن أفضل الأندية أو حتى على مستوى نادي القرن في إفريقيا. نادي الأهلي على فكرة أضاف لرصيده 4 نقاط بعد تحقيق الميدالية البرونزية والمركز الثالث. الأهلي فاز بالبرونزية 4 مرات، 2006 و2020 2021 و2023. الإنجاز بالبرونزية هنا على فكرة مش يأتي من فكرة اللي أنت يعتبر ما حققتش الهدف الأساسي أنك وصلت فاينل، لا، الأهلي تاني أكتر الأندية تحقيقا للميداليات في كأس العالم للأندية بعد مين؟ بعد ريال مدريد. فالأهلي عمل إنجاز كبير وإنجاز تاريخي. ولكن قبل ما أخش لقصة الأرقام، عنواني الأساسي النهاردة اللي عايز أشتغل عليه وكنت بقوله في بداية الحلقة، الأهلي يتفوق على أندية أسيا، الأهلي لا يخسر في أسيا. كلام كتير أوي كان بيتقال، أصل الأهلي لو واجه الهلال هيخسر، أصل الأهلي لو واجه العميد الأندية السعودية اتحاد جدة هيخسر، أصل فارق كبير جداً في القيمة التسويقية والنجوم اللي هنا والنجوم اللي هنا. اللي يراهن على الأهلي عمره ما يخسر، اللي يراهن على الأهلي عمره ما يخسر. وأنا من أول يوم في البطولة قلت مشاركة تاريخية لبطل إفريقيا في كأس العالم للأندية، ده كان رهان، ورهان مع ناس كتيرة وناس كبيرة وزملاء صحفيين كبار كمان حتى في المملكة العربية السعودية. لا، أنت تيجي أول مباراة تاخد واجبك وشكرا وسلام عليكم وعليكم السلام. يا جماعة القصة مش كده، انت بتلعب نادي القرن، انت بتلعب اعظم فريق وزعيم الكرة العربية والافريقية. لا، الكلام ده كان زمان يا عم الحاج، استنى اصبر، ده انا شايف نسبة تفوق الاهلي 70-30. لا لا لا، قول العكس، 30-70. طب خلاص بينا الملعب، نزلنا الملعب واتفرجنا وشفنا التاريخ والحاضر والمستقبل قال كلمته في المباراة. كسب الاهلي اتحاد جدة بالثلاثية، وكان سبق لي الفوز على الهلال السعودي برباعية، ولما واجه بطل أسيا في تحديد المركز الثالث كسبه برباعية، وبطل أسيا هو الفائز أو الفريق الفاز على الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال أسيا البطولة الماضية. فالأهلي لا يخسر في أسيا، الأهلي لا يخسر من الأندية السعودية، الأهلي كعبه عالي على الأندية السعودية وعلى الأندية الأسيوية. ده التاريخ وده الحاضر وده المستقبل. طول ما أنت بتراهن على الأهلي وعارف قدرات وإمكانيات ومنتاليتي العقلية داخل النادي الأهلي، هتتأكد 1000000% إن الأهلي لما بينزل وفي تحدي وفي إصرار إنه يكسب هيقول كلمته وهيفرض كلمته. والمكسب مش واحد ولا اتنين، ده 3 أو 4 سواء في العام قبل الماضي أو في العام الحالي. لا، لما كسب بطل آسيا الأهلي ما كسبش فريق ياباني. الناس متخيلة الأهلي كان بيلعب فريق ياباني فالأهلي كسب فريق ياباني. لا 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 لا، أنت كسبت بطل آسيا. الأهلي هو النادي الإفريقي الوحيد اللي بيخلي الكرة الإفريقية تتفوق على الكرة الآسيوية. الأهلي ممثل القارة الإفريقية نجح في اقتناس ميدالية برونزية في العام الحالي والعام قبل الماضي بالفوز على بطلي آسيا سواء الهلال السعودي أو أراوا ريد بطل اليابان. وسبق لي الأهلي الفوز على اتحاد جدة منظم البطولة، واتحاد جدة هو بطل الدوري السعودي اللي كسب الهلال السعودي واخد الدوري السعودي من الهلال السعودي. هي أمور كده كلها على بعضها أرقام تاريخية لازم نذكرها لبعض من يتشدق بفكرة إن الأهلي لا يستطيع أن يحقق أي شيء في البطولة. الفكرة في حد ذاتها إنك لما تحلل وتتكلم كورة لازم تبص على الملعب بواقعية، لازم تكون فاهم كورة كويس. هي مش 3-4-3 و4-4-2 والأطراف تطير والباكات تقف والكرة العرضية والكرة الركنية والتيكي تاكا التحليل عمره ما كان كده على فكرة. التحليل علم فيه تفاصيل كتير،
بس الكلمتين الحلوين اللي البعض ممكن يقولهم على الشاشات والجماهير اللي ممكن تستوعب بعض هذا الكلام في فترة من الفترات وتعظم وتكبر من قيمة بعض المحللين بتيجي في توقيتات معينة الجماهير بتصطدم في بعض الآراء الفنية اللي بتتقال على فريق النادي الأهلي. ولكن إحنا بما إننا في المجال ده من سنين ودوسنا ملاعب كتير وسافرنا وشفنا كتير نقدر نقول كتير، والناس دايما بتبقى شايفة التاريخ. إحنا بنقول إيه قبل المباريات الكبيرة؟ لما بيكون عندنا واقعية إن الأهلي هيكسب الأهلي بيكسب، لما بيكون في سنة قلق وتخوف إن المباراة صعبة بيبقى عندنا مقدمات لده. لكن البعض اللي بيتكلم على 4-3-3 و3-4-3 والهافات تطير والمساكين يرجعوا ونص الملعب والدايره والكومباك والكلام الكتير المجعلص اللي بيتقال في التحليل، عمرها ما كانت كده ولا الكره كده، عمرها ما كانت كده ولا الكره كده. الاهلي لا يخسر في اسيا، كسب اتحاد جده، كسب الهلال، كسب اراوه، كسب بطل اسيا في اخر 3 نسخ من كاس العالم للانديه. على فكره ده مش كلام انا بس، تعالوا نشوف النهاردة الصحف السعودية بتتكلم إزاي على بطل إفريقيا وبطل مصر. الأهلي زعيم الكرة العربية والإفريقية عبر التاريخ، نتائجه وبطولاته وإنجازاته بتقول كده. قدامكم على الشاشة صحيفة الرياضية السعودية قالت إيه؟ الأهلي لا يخسر في أسيا، جدة تمنح الفريق المصري الميدالية البرونزية الرابعة، واتكلمت على مجموعة من الأرقام التاريخية وفي صورة بارزة جداً بيرسي تاو. صورة التقطت بالأمس للجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي يحيي الجماهير بعد تسجيله الهدف الثاني في شباك أراوة، وبيتكلموا على أن معلول أهدر 13 ركلة جزاء ولكن سدد وأحرز 55 ركلة جزاء. أهداف ياسر إبراهيم 30% مونديالية، أهداف ياسر إبراهيم مع الأهلي 30% مونديالية. بصوا تفاصيل الخبر بتقول إيه. الأهلي حقق الفوز على فريق أراوا ريد دومينوز الياباني بنتيجة كبيرة وثقيلة في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة بعد الفوز 4-2. تعد جدة هي المدينة الأسيوية الرابعة التي تشهد انتصار الأهلي بالبرونزية بعد طوكيو عام 2006، الدوحة 2020، أبو ظبي 2021، من أصل 6 مواجهات في هذا الدور. طبعا بيتكلموا بقى عن تقدم الاهلي بالاهداف عن طريق مثلا ياسر ابراهيم، ثم الهدف الثاني لبيرسي تاو، ثم تدارك فريق بطل الياباني النتيجه باحراز الهدف الاول، ثم الهدف الثاني من ركله الجزاء، ثم الهدف الثالث والهدف الرابع وفوز الاهلي بنتيجه المباراه. عرفتوا ليه الاهلي لا يخسر في اسيا؟ طوكيو 2006 والدوحه 2020، ابو ظبي 2021، واخيرا وليس اخرا جده 2023. إن شاء الله بإذن الله نلتقي في الولايات المتحدة الأمريكية 2025 مع إنجاز جديد. البطولة بهذا النظام وبهذا الشكل انتهت، والرقم القياسي اتسجل فقط كعلامة تجارية باسم النادي الأهلي. نلتقي في 2025 في سان فرانسيسكو وفي تكساس وفي نيويورك، بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله بإذن الله مشاركة تاريخية للنادي الأهلي بطل إفريقيا اللي بيشارك وهو فائز بالبطولة مرتين. القارة الإفريقية في النهاية قد تلجأ إلى الجدارة الرياضية بناء على تصنيف الفرق في دور الأبطال عشان تلجأ لفريق رابع يشارك مع الأهلي والوداد في حال تكرار أيضا فوز الأهلي والوداد في النسخ المقبلة. طيب ده جانب. الجانب الثاني كولر. بعد مباراة فلومينينسي البرازيلي كل كان زعلان ومستاء، وازاي الاهلي يخسر مباراه زي دي ومباراه كانت سهله، وانا من نفس المكان ده قلت قدر الله وما شاء فعل الاهلي كان يقدر يعمل انجاز تاريخي ويصل للنهائي، ولكن عنصر التوفيق والتركيز ما كانش مع الفريق. لكن قلت لكم يا جماعه نقطه مهمه جدا، الاهلي بيقدم مع كولر افضل مشاركات للفريق في كاس العالم للانديه. افضل مشاركات للاهلي في كاس العالم كانت مع كولر خلال النسخه الماضيه والنسخه الحاليه. الأهلي في النسختين اللي فاتت والحالية سجل 14 هدف من إجمالي 31 هدف الأهلي سجلهم في مشاركاته التسعة في كأس العالم. يعني أنت بتتكلم ما يقرب من حوالي 45% من أهداف الأهلي في كأس العالم كانت مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر في النسخة الماضية والنسخة الحالية. مع مارسيل كولر الأهلي قدر يحقق نتائج انتصارات عظيمة جدا في البطولة السابقة والبطولة الحالية،
وكان على اعتاب تحقيق البرونزيه في البطوله الماضيه والوصول للنهائي في البطوله الحاليه. ولكن هو التوفيق ومحاولاتك بالتاكيد يعني مش هتوصل لكل اللي انت عايزه، ولكن كولر مع الاهلي بيقدم نتائج كويسه جدا، وجمهور الاهلي كان مهم جدا اوصل له الرساله ان الاهلي مع كولر بيقدم مستوى طيب جدا في كاس العالم، لان البعض بيحاول يشكك جماهير الاهلي في قدرات وامكانيات مارسيل كولر، ومفيش مدير فني في العالم بيكسب كل الماتشات. ولكن ركز في التفاصيل اللي الراجل بيشتغل عليها، الراجل بيجتهد، الراجل بيركز، الراجل بيصنع فوارق فنيه مع الاهلي. في البطوله دي اكتشف احمد نبيل كوكا، حد كان يتخيل ان احمد نبيل كوكا هيكون نجم خط وسط الاهلي في هذه البطوله؟ محدش كان يتخيل ده. في الفترات السابقه كان بيعمل روتيشن في خط الدفاع، مره يبدا برامي ربيع مع عبد المنعم، يلعب برامي وياسر، ولكن في البطوله دي ياسر ابراهيم عمل بطوله من افضل البطولات اللي شارك فيها مع النادي الاهلي. فكولر قدر يطلع من بعض اللعيبه اللي كانت موجوده في الفترات السابقه حاجات احنا ما شفناهاش قبل كده. فدي قدرات مدير فني، امكانيات مدير فني. السكور العالي اللي بتحرزه انت كاهلي في المباريات والبطولات سكور كبير جدا. عدد الفرص اللي بتتاح ليك سواء امام ريال مدريد سواء امام فلومينس البرازيلي ارقام كبيره جدا. مش عايز اعمل مقارنات، بس كلنا لما اتفرجنا على الاهلي امام بايرن ميونخ في الدوحه كنا زعلانين، كان نفسنا الاهلي يلعب كوره، ولكن بيتسو موسيماني وقتها كان بيلعب الفريق البافاري فكان عايز يامن. على فكره كولر ما عندوش الاستراتيجيه دي ولا النظريه دي، هي وجهات نظر مدربين، ولكن كولر مع الاهلي بيقدم كره هجوميه مميزه. رساله الجماهير الاهلي لا تنساقوا وراء اي انتقادات ضد كولر، لان في النهايه مع كامل احترامي 90% ممن يتحدثون عن كولر واداء الاهلي اقل كثيرا من امكانيات كولر الفنيه. انت لما تقيم مدرب زي كولر تسمع اسمه مدرب كبير حقق نفس الانجازات، ولكن في بعض الناس بتطلع تهبد كتير قوي سواء في برامج او على السوشيال ميديا. الهدف من الهبد ده الترند، وان هي تتشاف، وان هي تعمل بلبله عند جماهير النادي الاهلي. ولكن انت عندك نتائج وعندك بطولات وعندك ارقام قياسيه، ما تبصش للجانب الاخر، بص للجانب الايجابي. الاهلي في كاس العالم شارك 9 مرات من اول 2005 حتى 2023، لعب 25 مباراه، فاز في 10، خسر 14، تعادل مره واحده. قدامكم على الشاشه دي الارقام الخاصه بمشاركات الاهلي في كاس العالم للانديه. ويا جماعه برضو في نقطه تانية ما تركزش قوي على فكره الاهلي خسر 14 مباراه، ما انت لو بصيت على اي فريق كبير بيشارك في كل البطولات اكيد نتائجه هتبقى 50-50 سواء في المكسب او الخساره، الدور والباقي على اللي ما بيسافرش خالص، اللي ما بيركبش طياره وبيروح يشارك في المحافل الدوليه، لا بيتوج ببرونزيه ولا حد بيشوفه حتى في مشاركه شرفيه. وافضل انجاز كان الميداليه البرونزيه 4 مرات، 2006 2020 2021 و2023. دي ارقام مهمه جدا كانت لنادي الاهلي. طيب عندي مجموعه من التفاصيل وعندي مجموعه من الكواليس والفيديوهات المهمه جدا، ولكن الاول هاخد التليفون دلوقتي لان عندي اخبار مهمه جدا بالتاكيد محتاجين نسمعها من زميلنا وصديقنا الاستاذ محمود شوقي الناقد الرياضي المتواجد حاليا في المملكه العربيه السعوديه. استاذ محمود مساء الفل. مساء الخير عليك يا استاذ محمد، وتحياتي ليك وكل مشاهدينك الكرام في كل مكان. اولا الف مبروك تحقيق الميداليه البرونزيه، مشاركه فعاله، تغطيه مميزه، وعايزين نطمن منك بقى على كل الاخبار المتعلقه بالبعثه من بعد ما وصلت لفندق الاقامه لغايه المغادره دلوقتي لابو ظبي للمشاركه في كاس السوبر للانديه الابطال. بدايه مبروك ليك وكل جمهور الاهلي العظيم في كل مكان، تحقيق ميداليه جديده تضاف لسجل حافل من الانجازات، ومدينة تضاف لبطولات الاهلي الزاخر بالبطولات عبر مسيره طويله جدا. اخر نسخه من المونديال بشكلها الحالي والاهلي بحقق البرونزيه، يتواجد على منصه التتويج مع كبار نجوم العالم في مانشستر سيتي وجوارديولا ورفاقه، وده بيرد على الكلام او اللي انت كنت بتتكلم عليه من شويه برضو انه بعض الناس بتقلب البرونزيه رغم انها انجاز كبير جدا ما حدش بيعرف توصل له بسهوله. الاهلي بيحققه للمره الرابعه، فمبروك ليك ومبروك لكل الجمهور العظيم، ومبروك لاداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي بذل جهد كبير جدا في السنوات الاخيره، ومجلس ادارته المحترم، جهاز فني على اعلى مستوى. وعاوز اقول لك انطباع قبل ما اقول لك على المعلومات اللي حصلت النهارده، الحمد لله اشاده كبيره جدا ببعثه الاهلي الموجوده في المملكه العربيه السعوديه، كل التفاصيل الصغيره والكبيره الحمد لله كانت بتسير بشكل رائع،
يليق بمكانة الأهلي والقدر الأهلي. صورة طيبة جدا للبعثة في كل التفاصيل، كل التفاصيل سواء في مقر الإقامة أو في ملاعب التدريب أو في المباريات. الحمد لله لم تحدث أي شائبة تعكر صفو البعثة. النهارده شوف امبارح اللي حصل من بعد التتويج، الفريق رجع لمقر الإقامة. كان في بعض الأمطار في طريق العودة، فريق رجع، اللعيبة طلعت الغرف. النهارده الصبح كان في تمرين، يعني النهارده الناس ممكن بعض الناس ما تتصورش اللي انا بقوله ده. النهارده كان في تمرين للاهلي، متصور بعد ده كله في تمرين عشان خاطر السفر لابو ظبي. اللي اتمرن النهارده اللعيبه اللي ما شاركتش في المباراه، اللعيبه اللي شاركت في جزء من المباراه اتمرنوا برده النهارده في الملعب رقم 3 الفرعي لاستاد الجوهره المشع بجده. والفريق غادر منذ قليل مطار جده متجه الى ابو ظبي، ان شاء الله يصل بعد قليل الى هناك استعدادا للسوبر المصري، اللي طبعا بعثه الاهلي لم تتلقى اي رد او ما تتلقاش موافقه بتاجيل المباراه المقرر لها يوم الاثنين القادم في مشهد بنشوفه لاول مره او تقريبا ما بنشوفوش الا عندنا احنا بس، انه فريق عالمي او فريق بيخوض مناسبات عالميه ودوليه كبيره ويشرف اسم مصر في المحافل الدوليه يخوض مباراه بعد 48 ساعه. بالمناسبه ده كان مسار اندهاش كبير جدا هنا يا استاذ محمد لدى الاخوه السعوديين لما عرفوا اثناء مغادره الاهلي لفندق الاقامه ان الفريق عنده ماتش بعد بكره. يعني مش عارف اقول لك الصدمه كانت عليهم ازاي، مش مستوعبين اللي انا بقوله لهم اساسا. يعني ازاي فريق بيغادر جده دلوقتي وعنده ماتش بعد بكره في ابو ظبي؟ فدي ده قدر الاهلي بقى، وهنستحمل ده وان شاء الله الفريق يضيف بطوله جديده باذن الله في ابو ظبي. كل اللعيبه الحمد لله بحاله طيبه للغايه، الحمد لله ما فيش اي شكوى من الاصابات، الامور طيبه على المستوى البدني وعلى المستوى الذهني، كل الناس سعيده بالبرونزيه. احتفال يليق بالحدث ونفس الوقت ما فيهوش مبالغه كعاده الاهلي. كابتن محمود القطيب كان موجود النهارده في فندق اوقاف اللاعبين قبل التوجه للمطار، وراح معاهم طبعا المطار لانه عنده استكمال رحله علاج بسيطه في دبي باذن الله. مهندس خالد مرتجي رئيس البعثة أشرف على كل التفاصيل النهارده الخاصة بالمغادرة. وحاجة جميلة حصلت النهارده إن الكابتن الخطيب وكل أعضاء البعثة حرصوا على توجيه الشكر لكل العاملين بفندق الإقامة، سلموا على كل الناس تقريبا اللي كنت موجود داخل الفندق، وشاهدت بنفسي مدى الاحترام اللي أبدته بعثة الأهلي لكل الإخوة السعوديين داخل الفندق. وكمان في عدد من المصريين شغالين في الفندق، كلهم احتفوا بالاهلي خلال الفتره اللي فاتت بشكل رائع، وبالتالي اداره البعثه كانت حريصه انها تشكر الجميع على هذه الحفله. وكل الناس عملت جهد رائع جدا لازم نسجله من خلال منبرك المحترم يا استاذ محمد بكثير من التقدير والتوقف. كل بعثه الاهلي قدمت دورها على اكمل ما يكون. اكيد مهندس خالد مرتجي رئيس البعثه وكل العاملين معاه، الكابتن خالد بوم مدير الكوره وكل الجهاز الاداري، كابتن سمير عدي طبعا المدير الاداري التاريخي، استاذ حنان الديني، استاذ جمال جبر مدير الاعلام، وغيره وغيره من المسؤولين الكبار اللي كانوا موجودين في بعثه الاهلي اللي قدموا صوره طليق باسم الاهلي ومكانته باذن الله. الزميل عزيز محمود شوقي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل وهذه الاخبار. وزي ما انتم شايفين على الشاشه طبعا يمكن لحظات سفر الفريق والتحرك من فندق الاقامه الى مطار جده استعدادا للسفر الى الامارات. يمكن غالبا بنسبه كبيره الاهلي هيقيم في دبي، لان في ثلاث فنادق للفرق الاخرى هتكون في ابو ظبي، يمكن حسب الرولز اللي كانت محدده من اتحاد الكوره في الخطابات المرسله منذ فتره، يعني ان يكون في ترتيبات في الاقامه وفي التنقلات وفي ملاعب التدريب. لكن ما فيش فرصه، احنا مجرد ما نخلص الحلقه بكره هيكون في تدريبه رئيسيه، بعدها على طول المباراه يوم الاثنين الساعه 7 بتوقيت القاهره. طيب ده جانب مهم جدا خبري متعلق بالاطمئنان على البعثه والسفر الى الامارات استعدادا لبطوله السوبر في توقيت صعب جدا وضيق جدا، وانا اتكلمت في الجزئيه دي في حلقه يوم الاربعاء وقلت اتمنى اتحاد الكره خلال ساعات يكون ليه موقف في مساله توقيت البطوله، ومفيش 24 ساعه والنادي الاهلي على طول كان ليه تحرك وبعت للاتحاد المصري بحيث ان الوقت ضيق جدا ما بين المباراتين. والجهاز الفني على فكره ناس كتير عماله تقول الاهلي متاخر، لا يعني الجهاز الفني على فكره انا لما اتكلمت مع الكابتن خالد بيبو وقلت لكم الجزئيه دي في حلقه الاربعاء اللي فات، الجهاز الفني واخد باله من المواعيد واتكلم في القصه دي من فتره، ولكن كان مستني بس يشوف يعني ترتيب المباريات في الفتره اللي جايه وحاله اللعيبه. طبعا اجهاد كبير ضغط كبير، فكان لازم ان الاهلي يتحرك مع اتحاد الكره. ولكن عموما هنشوف ايه الساعات اللي جايه، هل هتسفر عن تغيير وتعديل
ولا الامر هيبقى صعب جدا والمباراه تقام في توقيتها، ويمكن ده الاقرب يعني بنسبه تتخطى 60-70%. عايز اروح بقى الجانب الثاني وهو الجانب الغير يعني مصور للساده المشاهدين ولكل الجماهير. الناس كلها ركزت في الملعب، ارضيه الملعب، التتويج، الميداليات، الانجاز، الاهداف، التشجيع. ولكن على المستوى الرسمي في المقصورة الفي في اي بي، في وجود الاتحاد الدولي والاتحاد السعودي والاتحاد الافريقي، وايضا في وجود السفارة المصرية من خلال القنصل العام في جدة السفير احمد عبد المجيد، يعني كمان قدامنا هو كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا، فاطمة سامورة الامين العام السابق للاتحاد الدولي. شفتوا المهندس خالد مرتجي؟ على فكرة المهندس خالد مرتجي قام، الدموع كانت غلبة بنسبة كبيرة جدا، شايفين يمكن راجل كان من كتر الفرحة ومن كتر الضغوط، يعني الدموع كانت عاملة ازاي. وتهنئة مع باتريس موتسيبي، تهنئة مع الكابتن محمود الخطيب، معالي السفير أحمد عبد المجيد قنصل العام لمصر في جدة، كابتن محمود الخطيب بيوجه التهنئة كمان لكل الحاضرين، الكابتن زكريا ناصف، جماهير النادي الأهلي كانت موجودة في المقصورة، كل الناس بتهني بعضها، يعني كل الناس الأهلوية الجمال اللي انتوا شايفينهم على الشاشة بيهنوا المهندس خالد مرتجي والكابتن زكريا ناصف على الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية. زي ما قلت لحضراتكم الفرحة في الجانب الآخر، يعني شايفين طبعا هنا في مقصورة الفي اي بي وكل الحاضرين، شوفوا فرحة رئيس الاتحاد الافريقي على فكرة يا جماعة، ورايح بنفسه يوجه التهنئة للكابتن محمود الخطيب وبيهنيه على الفوز بهذا الانجاز، لان فوز الاهلي هو فوز للقارة الافريقية، القارة الافريقية تفوقت على القارة الاسيوية مش السنة دي بس، يعني في عهد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لما يتكلم على مشاركة الاندية الافريقية هيقول لك ايه؟ أنا في عهدي من 2021 لغاية دلوقتي الأهلي هو ممثل الكرة الإفريقية في كأس العالم، خلينا أكون موجود على المنصة في تحقيق المركز الثالث وتسليم الميدالية البرونزية، وأنا موجود في أبو ظبي وموجود كمان مع الأهلي في السعودية وأنا بسلمه الميدالية البرونزية بعد ما كسب بطل آسيا. ده إنجاز على فكرة للاتحاد الإفريقي، بس شوفوا الفرحة وشوفوا الضغوط. وفي بداية الفيديو، لو الفيديو هيرجعنا يعني يجي لنا تاني في الآخر، بصوا المهندس خالد مرتجي على فكرة كانت الدموع دموع شديدة، الراجل من كتر الضغوط، والكابتن محمود الخطيب كمان من كتر الضغوط حتى ما قدرش انه يكون موجود مع البعثة أثناء تسليم الميداليات في استاد الجوهرة المشعة، يعني باين على وجوه المسؤولين والقائمين على إدارة النادي الأهلي، الناس من كتر الضغوط اللي بتواجهها يا جماعة عايزة تفرح كل الأهلوية، عايزة تعمل إنجاز. فالحمد لله آخر 4 سنين بنلعب سيمي فاينال كأس عالم، بنكسب وبنلعب دوري أبطال إفريقيا، يعني آخر 7 سنين بنلعب 6 فاينال، ده انجازات يعني مع احترامي لكل الانديه، محدش يعرف يعمل ده الا الاهلي، بس الاهلي بيعمل ده عشان ايه؟ عشان جمهوره في المقام الاول، ناصح امين للاداره وللاعبين والجهاز الفني، اداره بتشتغل على انها تكسب وتسعد جماهيرها، لعيبه رجاله عايزه تعمل تاريخ، والجيل ده كتب تاريخ، لان مفيش جيل لعب 4 سيمي فاينال كاس عالم الا الجيل ده، جيل تريكا وبركات وماتب كان حظهم سيء في 2007 مع النجم الساحلي، لكن الجيل ده يعني عمل تاريخ بالمشاركة الرابعة على التوالي واللعب في نصف النهائي وتحقيق ميدالية برونزية في 3 مشاركات من أصل 4، وكانوا على أعتاب تحقيق الرابعة كمان في المغرب العام الماضي لولا سوء الحظ والمباراة اللي أدارها الجزائري مصطفى غربال. دي كانت أبرز النقاط اللي كنت عايز أتكلم عليها، ولسه في نقاط أخرى ولكن بعد الفصل. لولا وقت الحلقة والله كنت ممكن كمان أفرض مساحات كبيرة جدا وأتكلم في تفاصيل كتيرة جدا. على فكرة كمان السفارة المصرية بصراحة يعني ما سابوش بعثة الأهلي من أول الوصول لغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها، حتى لما غادرت البعثة من مدينة جدة للسفر إلى الإمارات، يعني القنصل، السفير، كل أعضاء السفارة بنوجه لهم بالتأكيد التحية على هذا التمثيل المشرف للسفارة المصرية ورجال السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية. طب تعالوا بقى كمان لجزء كبير جدا من الاحتفالات مع إمام عاشور ومحمود كهربا. وعندي النهاردة صورة وفيديو، صورة لإمام عاشور وفيديو لمحمود كهربا. إمام عاشور على حسابه على الإنستجرام كتب إيه؟ وشايفين في الصورة معاه 3 تيشيرتات اللي اتلعب بيهم في كأس العالم للأندية، تيشيرت الرمادي، تيشيرت الأسود، والتيشيرت الأحمر، ومعاه حاجتين، الميدالية البرونزية وجايزة مان أوف ذا ماتش في مباراة الدور الثالث والرابع، تحديد الميدالية البرونزية أمام أراوا ريدز الياباني، إمام عاشور خد رجل المباراة، فبيحتفل وكتب إيه؟ الحمد لله الأهلي ثالث عظماء العالم، أول مشاركة ليا في كأس العالم للأندية، أول هدف في البطولة، وأول جايزة رجل المباراة،
وأول ميدالية عالمية في مسيرتي كلها، رغم أن طموحنا كان أعلى من كده في البطولة، لكن التوفيق ما كانش معانا في بعض الأحيان. فخور بالإنجاز وفخور بكل اللاعبين أبطال إفريقيا. شكرا مجلس إدارة الأهلي، مبروك لكل جماهيرنا العظيمة. ولسه في تحديات كبيرة طول الموسم هنحققها بدعم جماهيرنا العظيمة. صورة الميدالية نصر الأهلي وخالص التمنيات بتحقيق كافة البطولات والإنجازات مع النادي الأهلي. دي أول لقطة لإمام عاشور في أول كام شهر بس انضم للنادي الأهلي. عايز أروح لكهربا لأن هربط الاتنين بمثل كده ظريف ودمه خفيف. مثل ظريف ودمه خفيف. أولا صورة إمام طبعا شايفينه وهو قاعد بيحتفل كده على السرير، راجل بيضحك مبتسم، لا ندمان ولا زعلان ولا البعض يقول لك بص مش جاي له نوم، بص نايم ازاي، مش جاي له نوم. الفرحة برضه مش باينة على وشه يعني. لا الراجل بيكتب تاريخ مع النادي الأهلي في أول كام شهر. تعالوا نروح لكهربا اللي في أربع سنين من أول ما انضم للأهلي في 2019، بص خد مع الأهلي دوري أبطال أفريقيا كم مرة؟ خد البرونزية كم مرة؟ اتوقف كم مرة؟ وبعد ما اتوقف لعب وكسب مع الأهلي كم مرة؟ كهربا وهو بيحتفل مع كولر، وكهربا مع نسخة السويسري مارسيل كولر بيقدم مستويات اللي نعرفها عن كهربا قبل 2019. كهربا ماشي بشكل كويس جدا. كذا حلقة قبل كده اتكلمت على نقاط فنية، ان كهربا كناحية هجومية بيقدم مستوى مهم جدا، بيعوض جانب ممكن الأهلي بيشتغل عليه الفترة الجاية عشان يتعاقد مع رأس حربة مهاجم من طراز فريد يقدم مستويات قوية مع النادي الأهلي. كهربا وكولر في فيديو، تعالوا نشوف الفرحة والاحتفالية. وعندي تعليق مهم جدا على كهربا وإمام عاشور لأنه جانب مهم جدا تاريخي في النادي الأهلي. يعني المدرب الفرفوش رزق، والله انت كهربا اللي رزق كبير جدا للنادي الاهلي. مثال صغير جدا، لاعب الكوره عامل زي الطالب، بيعمل ايه طول حياته او طول دراسته؟ بيقعد يذاكر 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 عشان في الاخر يخش كليه الطب او كليه الهندسه، كليه القمه. تعلمنا وشفنا كده ان الطالب اللي بيقعد يذاكر بيذاكر عشان يخش كليه الطب او كليه الهندسه. لعيب الكوره كده بالظبط، يفضل يلعب في قطاعات الناشئين ويلعب في بعض الانديه ويحاول ويروح هنا ويجي هنا عشان في الاخر يتوج مسيرته بايه؟ انه يلعب في النادي الاهلي. بس كده، مثال بسيط. شوفوا نادر السيد لما انضم للاهلي لعب ايه وخد ايه؟ محمد صديق، طارق السعيد، وامثله كتيره جدا. مش عايز ارجع للتسعينات لان في ناس نسيت التاريخ، لكن شوفوا دلوقتي حتى كهربا وامام عاشور ولسه اللي جاي. تقعد تذاكر وتقعد تشتغل وتتدرب عشان في الاخر تتوج كل المجهود ده مع نادي يعمل لك تاريخ، هو النادي الاهلي. ده اللي عمله كهربا، وده اللي عمله إمام، وده اللي عمله ما سبقوهم يعني، وده اللي ممكن يعمله أي حد عايز يعمل تاريخ في نادي كبير عنده مبادئ وعنده قيم وعنده أخلاق وعنده جمهور عظيم يقف في ظهرك ويسندك لغاية لما تحقق تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي. ده كان الكلام مهم جدا في السوشيال ميديا استعرضناه النهاردة بخصوص النادي الأهلي. طيب النهاردة الناس كتيرة شاركت معانا في السؤال طرحناه في البداية، وهو مش سؤال، هو الجانب متعلق برأيكم في الأداء، رأيكم في البرونزية، رأيكم في المركز الثالث والأرقام القياسية اللي اتحققت في كأس العالم للأندية. تعالوا مع بعض نشوف تعليقات الجماهير على الجزئية اللي طرحناها في بداية الحلقة. البداية من نورة، مساء الخير أستاذ محمد، أحسن أداء للأهلي في كل نسخ بطولة كأس العالم للأندية، لأن الفريق في كل الماتشات عمل ماتشات ممتازة، حتى اللي خسرنا فيه كنا أقرب للفوز والتأهل للنهائي. شكرا لكل منظومة الأهلي من الكابتن محمود الخطيب إلى أصغر عامل غرف ملابس. طيب نروح لجمال، بيقول أفضل أداء قدمه الأهلي في كل نسخ المونديال، الفريق كله كان عظيم من أول كولر لأصغر لاعب، كنا نستحق ميدالية وإنجاز أفضل لولا التوفيق في نصف النهائي. فخور بكل ما قدموه لاعب الأهلي، كتبتم التاريخ لنا ولأنفسكم وللأجيال القادمة. سامي بيقول مساء الخير، والله أنا زعلان لعدم وصول الأهلي للمباراة النهائية بفعل،
حقيقة الأهلي قدم أفضل العروض من جميع الفرق المشاركة، مبروك للنادي الأهلي ولجماهيره العظيمة، معاك يا أهلي على طول الحياة. ناصر بيقول مساء الخير والسعادة، مساء الخير على حضرتك، بيقول أداء رائع ومشرف كالعادة وأرقام قياسية جديدة، وتألق إمام عاشور ومعلول أسعدني وأسعد كل جمهور الأهلي، كنت أتمنى تحقيق الفضية على الأقل ولكن الظروف ما سمحتش، الحمد لله أهلاوي وأفتخر. يحيى أستاذ يحيى بيقول ألف ألف مبروك، الأهلي كان يستحق أن يلعب في النهائي ولكن القدر وضع أمامه الحكم البولندي الذي كان له رأيا آخر يفتقد أدنى قواعد العدالة. ألف ألف مبروك للعيبة وللجهاز الفني والإدارة التي لم تبخل بأي شيء متاح، وقبلهم كلهم جماهيره العريضة المنتشرة في كل بقاع الأرض. آخر تعليق محمود بيقول الأهلي قدم مباراة كبيرة في كأس العالم للأندية وظلم في مباراة الفريق البرازيلي. دي كانت يعني بعض التعليقات اللي حاولنا كده ايه نشوف الناس بتقول ايه على جزئية الأداء والبرونزية في كأس العالم للأندية. قبل ما اختم عشان تعرفوا كولر ودور كولر مع الأهلي، علي معلول سدد ركلة الجزاء ولم ينجح في إحرازها، ولما كانت كرة ثابتة في الثواني الأخيرة من المباراة كولر طلب من معلول هو اللي يسددها. دي الثقة اللي من المدرب للنجوم واللاعبين اللي موجودين في الفريق، هي تفاصيل بسيطة ولكن إن دلت على شيء بتدل إن في ناس بتشتغل وبتستحق هذا الإنجاز وهذا التاريخ. أتمنى أشوف المحللين في بعض البرامج يطلعوا يتكلموا على الجزئيات اللي زي دي في إدارة كولر مع النادي الأهلي. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.